نتحدث قليلا عن المقارنة بين تفاعلات SN1 و SN2، ربما يمكننا أيضا التحدث عن أي نوع من الظروف قد تجعل الواحد أو الآخر هو المفضل، وتحدثنا عن هذا قليلا لكن سوف نخوض أكثر بالتفاصيل هنا. إذن كنوع من المراجعة في تفاعل SN1 قد يكون لدينا نوع من سألسن بهذا الشكل، إذن سيكون لدينا كربون معين والذي مرفق مع ثلاثة أشياء، سأختار ألوان عشوائية لهذه الثلاث مجموعات، قد يكون هناك كربونات أخرى CH3، قد يكون هناك هيدروجينات وقد يكون أشياء أخرى، ومن ثم هو مرتبط مع مجموعة مغادرة مرفق مع مجموعة مغادرة، ومن ثم لدينا أيضا محب للنواة نيوكليوفايل يتحرك بالأنحاء، هذا سيكون محب النواة الذي لدينا، لديه إلكترون إضافي، لديه شحنة سالبة. وفي تفاعل SN1 أول خطوة تتعلق فقط بواحد من المتفاعلات، لهذا يسمى SN1. إذن في بداية الخطوة الأولى محب النواة ينتظر بشكل سلبي حتى تغادر مجموعة المغادرة، إذن ربما لدينا إلكترون هنا والمجموعة المغادرة لديها أصلا إلكترون فهي تسرق إلكترون، إذن يجب أن تكون كهروسلبية إلى حد ما، سوف تسرق إلكترون من الكربون، وحالما تفعل هذا فالحالة التي ستكون لدينا ستبدو هكذا، لدينا الركيزة هنا، إنه الآن يخسر ذلك الإلكترون، إذن الآن لديه شحنة موجبة، سأضيف شيء هنا، سأمسح هذا هنا حتى لا تعتقدون أن الإلكترون ما زال هنا، إذن لديه الآن شحنة موجبة، المجموعة المغادرة التي كانت متعادلة أخذت إلكترون، إذن الآن لديها شحنة سالبة، المجموعة المغادرة أخذت إلكترون، على الأقل إثنان إلكترون تكافؤ حولها، لديها شحنة سالبة، ومن ثم في الخطوة التالية محب النواة هذا سأقوم بنسخ ولصق هذا، هذا لما أريد فعله، سأقوم بالنسخ واللصق مرة أخرى، إذن نسخ ولصق، حسنا، إذن ذلك الشيء الذي كان ينتظر بصبر خلال خطوة تحديد التفاعل سيرى كاتيون الكربون هناك ويقول أنا محب للنواة، لست محب قوي للنواة كما في حالة SN1، لكن أريد أن أعطي الإلكترونات إلى النواة لأني أحب النواة، وأرى كربوكاتيون موجب هنا، في الواقع كربوكاتيون هو موجب من تعريفه، لذا سيعطي محب النواة إلكتروناته له، وفي المرحلة الأخيرة من الخطوة لدينا الحالة حيث هذه المجموعة، سأنسخ وألصق، هذا الطرف مرتبط مع محب النواة، بما أن محب النواة أعطى الإلكترون لهذا الكربون، لم يعد للكربون شحنة، بما أن محب النواة خسر ذلك الإلكترون فهو متعادل الآن، إذن هو مرتبط مع محب النواة، وبالطبع لدينا المجموعة المغادرة ما تزال هنا مع شحنة سالبة، لمحنا لهذا قليلا، لكن حتى تحدث هذه الخطوة لوحدها هذا التفاعل يحدث بشكل تلقائي لحد ما، ولن نتحدث عن المعادلات، وليس بالضرورة أن يحدث بسرعة، لكن حتى يحدث هذا يجب على الكربوكاتيون أن يكون مستقر، وشاهدنا من قبل أنه حتى يكون هذا كربوكاتيون مستقر يجب أن يترابط مع أشياء ترغب في إقراضه بعض الإلكترونات، هو ليس جائع للإلكترونات بشكل كبير، لكن حتى يحدث ذلك هذا الكربوكاتيون هنا يجب أن يكون ثالثي تيرشري، الثالثي هو مثالي، الكربوكاتيون الثالثي يعني أن هذه الأشياء الثلاثة هنا هي كلها كربونات أو سلاسل كربون من الناحية المثالية سيكون ثالثي، والثانوي أيضا يجدي نفعا سكندري إذا كان على الأقل إثنان من هذه المجموعات هي كربون، هذا أيضا يجدي نفعا إذا كان المذيب ملائم، إذا كانت البيئة التي نتعامل معها هي بيئة ملائمة، إذا كان واحد فقط من هذه هو كربون، إذا كان هذا كربوكاتيون رئيسي أو أولي، أو هذا كان مثل كربوكاتيون حيث لا شيء هنا هو كربون، عندها من غير المحتمل أن يكون لدينا تفاعل SN1. الآن على الجانب الآخر موضوع تفاعل SN2،
هذا من هو التفاعل، حيث يكون لدينا محب قوي جدا للنواة، أو على الأقل محب قوي للنواة، وكل التفاعل يحدث في خطوة تشمل كلا المتفاعلات. إذا نبدأ من هنا مع مجموعة المغادرة، مع المجموعة المغادرة، ويمكن التفكير في هذا في SN1. مجموعة المغادرة، المجموعة المغادرة هي المجموعة التي تغادر أولا. SN2 يحدث بنفس الوقت، المغادرة والهجوم، هو يرغب بشدة التخلي عن الإلكترون. إذا كخطوة أولى هو يصل إلى هنا ويعطي الإلكترون لذلك الكربون، بالرغم أن ذلك الكربون ليس بالضرورة أنه يرغب بالإلكترون بشدة. سيكون لديه شحنة موجبة جزئية إذا كانت مجموعة المغادرة كهروسلبية فعلا، وقد تكون حاضنة لهذا الإلكترون أصلا، لكن هذه المجموعة التي أصلا محتكرة الإلكترون الآن قد تقول الكربون أنت أخذت إلكترون وأنا سأأخذ هذا الإلكترون. وسيكون لدينا شيء كهذا في النهاية. في الواقع سأعيد رسمه. إذا لدينا مجموعة المغادرة قد ذهبت، المجموعة المغادرة قد ذهبت، أخذت الإلكترون الذي لم يعد يحتاجه الكربون. إذا لديها الآن هذا الإلكترون وذلك الإلكترون، وربما أكثر، ولديها شحنة سالبة. والآن هذا الكربون هو مرفق مع هذه المجموعة بالأزرق، مع هذه المجموعة بالأزرق، سأرسم المجموعة البنفسجية، وربما في الخلف مرفق مع المجموعة البرتقالية، سأرسمه حتى تفهمون من الذي أتحدث عنه. إذا المجموعة بالأزرق والمجموعة بالبنفسجية، ومن ثم محب النواة من الاتجاه الآخر. إذا هو الآن مترابط أيضا مع محب النواة، ومحب النواة يعطيه إلكترون. إذا هو يخسر الشحنة السالبة، وبالضرورة ستنتقل الشحنة السالبة إلى مجموعة المغادرة والتي قادرة على أخذ الإلكترون. ذلك الكربون في المنتصف يبقى متعادل، وشاهدنا من قبل أن هذا يمكن أن يحدث بشكل معقول مع محب نواة قوي. هذا يجب أن يكون محب نواة قوي، وهناك لن يكون الكثير من العوائق الفراغية. هذه الأشياء لا يمكن أن تحجب محب النواة هذا من الدخول، وهذا سيجزي نفعا بشكل كبير إذا كان هذا مثل كربون أو كربون مثل كربون أو كربون رئيسي برايمري. وإذا كانت الظروف مناسبة، وإذا كان محب النواة قوي بشكل كافي، ربما يكون ثانوي، ربما يكون ثانوي سكندري، ربما يكون كربون ثانوي، لأنه حالما يكون لدينا الكثير من الكربونات أو سلاسل كربون كبيرة هنا، عندها ستحجب محب النواة ولن يتمكن من الدخول. إذا كانت هذه كلها هيدروجينات سيكون هناك فراغ لمحب النواة حتى يدخل. إذا كانت واحدة من هذه الكربون ما يزال سيكون لدينا فراغ كبير. الآن هذه مقارنة عامة وتعطيكم بعض المعلومات. محب ضعيف للنواة يعني أننا نتعامل مع SN1، محب نواة قوي يعني أننا نتعامل مع SN2. إذا كان هذا كربون ثالثي أو ثانوي، وإذا كان مترابط مع العديد من الكربونات الأخرى، يجب أن نفكر في SN1. إذا كان هذا غير مترابط مع العديد من الكربونات ولدينا محب قوي للنواة، يجب أن نفكر في SN2. والآن الشيء الأخير الذي يجب أن نفكر به هو المذيب نفسه. ما الذي تذوب به هذه المتفاعلات عمليا، أو تذوب به هذه المتفاعلات عمليا؟ إذا سواء في SN1 أو في SN2، نحن نتعامل مع أشياء لديها شحنة. وبشكل عام إذا كنا نتعامل مع أيونات أو أشياء لديها شحنات، ستكون أكثر قابلية للذوبان في المذيبات القطبية، لأن هذه الشحنات تحب أن تكون متواجدة مع أشياء أخرى لها شحنة بحيث يمكنها أن تختلط معها. إذا في كلا الحالتين نريد مذيبات قطبية، polar solvents. والمذيبات القطبية مألوفة لكم. الماء هو مثال على المذيبات القطبية. الماء هو مثال على المذيبات القطبية H2O، وهو قطبي لأن الأكسجين هو كهروسلبي جدا وهو يحتضن الإلكترونات. إذا لدينا شحنة سالبة جزئية على طرف الأكسجين، وشحنة موجبة جزئية على طرف الهيدروجين. على طرف الهيدروجين. ومثال آخر على المذيبات القطبية والذي قد لا تكونوا شاهدتموه من قبل، وهو داي إيثل إيثر. داي إيثل إيثر. إذا داي إيثل إيثر سيكون هكذا، CH2 CH3 CH2 CH3. وأعلم أن لم نسمي الإيثرات بعد، سأكتب هذا. هذا داي إيثل إيثر. داي إيثل إيثر.
عفوا، وهذه نوعا ما مراجعة، ربما هذه أفضل طريقة لتعلم الأشياء كما تعلم، يعني كلما تطورنا كلما تعلمنا كلما تطورنا. الإيثر شيء كهذا، لدينا سلسلة كربون معينة يمكن أن نسميها جذرية أو أساسية، مجموعة معينة مرفقة مع سلسلة الكربون، أعتقد هكذا أفكر، مع الأكسجين الذي مرتبط مع سلسلة كربون أخرى، لكن ليس بالضرورة أن تكون نفس السلسلة. وداي إيثل، إيثل إيثر هو نفس الشيء، وفقط نقول داي إيثل، لدينا مجموعتين من الإيثل مرفقة مع الإيثر، الإيثل هو هذا، إذا إيثان كربون أكسجين وإيثان آخران من الكربون داي إيثل إيثر. هذا سيكون أيضا مذيب قطبي، لأن الأكسجين هو أكثر كهروسلبية من الكربون، إذا سيكون لدينا شحنة سالبة جزئية، سأستخدم لون مختلف لهذا على طرف الأكسجين، وما يزال لدينا شحنة موجبة جزئية على طرف الكربون، إذا هذا أيضا مذيب قطبي، كلا هذه هي مذيبات قطبية. الآن الفرق بين هذه، هذا من المحتمل أنه سيكون مصطلح جديد بالنسبة لكم، هو أن هذا الماء ومعظم أنواع الكحول، الشيء الذي لديه هيدروجين والذي يمكن فصله سيكون مذيب بروتوني، بروتيك. والبروتوني مشتق من البروتون، وهذا يعني أنه إذا كان شيء يذوب في هذا، أو إذا كان لدينا محلول من هذا، فإن الهيدروجينات قد تكون قادرة على المغادرة، وقد يكون لدينا بروتونات حرة تتحرك في الأنحاء، لأن هذا الأكسجين يسرق هذا الإلكترون من الهيدروجين. إذا كان يسرق الإلكترون من الهيدروجين، عندها لدينا حالة حيث نحصل على سالب OH. الأكسجين الآن لديه شحنة سالبة، وهذا الهيدروجين كل ما كان لديه هو ذلك الإلكترون، إذا أخذ منه ذلك الإلكترون فلن يبقى إلا بروتون. إذا عندما يرسم أحدهم H زائد، هذا هو حقيقة بروتون، هذا ببساطة هو بروتون. هذا يمكن أن يحدث في الماء، حيث لدينا بعض البروتونات تتحرك في الأنحاء. إذا الماء هو أساسا مذيب قطبي بروتوني. الداي إيثيل إيثر من جانب آخر لا يوجد لديه هيدروجينات، حيث الأكسجينات يمكن أن تأخذ الهيدروجينات، هنا كلها مترابطة مع الكربون، وهو ليس كهروسلبي، إذا هذا مذيب غير بروتوني، غير بروتوني. لنرسم هذا، هذا مذيب غير بروتوني، لنكتب هذا ابروتيك سولفنت، ابروتيك سولفنت. الآن نفكر إذا كان تفاعل SN1 و SN2 هو الأفضل أو SN2. حسنا، ذكرت من قبل المذيبات يجب أن تكون قطبية، وهذا لأننا نتعامل مع أشياء مشحونة في كلا التفاعلات، لكن أي منهما سيكون أفضل؟ إذا سأكتب هذا، إذا في كلا الحالتين نريد مذيب قطبي، لذا سأكتب هذا وسأعطيكم تلميح، واحد منهم سيكون جيد في البيئة البروتونية، وواحد منها لن يكون جيد في البيئة البروتونية. إذا في SN2 إذا كان لدينا، دعونا فقط نفكر في هذا ودعونا لا نحفظه، إذا كان لدينا بروتونات تتحرك في الأنحاء في حالة الـ SN2، ما الذي من المحتمل أن يحدث؟ لدينا محب قوي للنواة، لدينا هذا الشيء الذي يريد أن يمنح إلكترونات، الآن يمكن أن يعطيه للكربون، والذي ربما لديه شحنة موجبة جزئية، ومن ثم المجموعة المغادرة هنا تأخذ الإلكترون، لكن من يريد الإلكترونات أكثر؟ الكربون الذي لديه شحنة موجبة جزئية أم البروتون؟ ذلك الشيء الذي لديه شحنة موجبة كاملة. حسنا، البروتون سيريده بشكل كامل، إذا كان لدينا بروتونات تتحرك بالأنحاء، فإن محب النواة سوف يعطي الإلكترونات للبروتون، وتفاعل الـ SN2 لن يحدث عمليا، لن يحدث، البروتونات ستأخذ كل الإلكترونات، إذا لا يمكن أن يكون لدينا بروتونات تتحرك بالأنحاء، لا يمكن أن يكون هناك بروتونات تتحرك في الأنحاء في تفاعل SN2، عندها هذا الكربون لن يحصل أبدا على الإلكترون، البروتون سيحصل عليه، إذا نحتاج إلى مذيب غير بروتوني، غير بروتوني، إبروتيك أو إبروتيك. إذا تفاعل SN2 سيعمل بشكل جيد في الداي إيثيل إيثر، في الداي إيثيل إيثر، إذا كان هذا محب نواة قوي وهو في الداي إيثيل إيثر، وهذه كلها هيدروجينات، عندها سنكون مستعدين لتفاعل SN2. الآن من ناحية أخرى، المفتاح لتفاعل SN1، المفتاح لتفاعل SN1 هو الكربوكاتيون، بحيث يكون مستقر.
حتى يكون الكربوكاتايون مستقر، أو في الواقع حتى يكون الكربوكاتايون في المستقر أو يكون أكثر أهمية من ذلك، بدل من أن يكون مستقر، هذا يعتمد على ما إذا كان كربون ثانوي أو كربون ثالثي. لكن حتى تكون مجموعة المغادرة مستقرة عندما تكون سالبة، سيكون جيد في الواقع أنه إذا كان هناك بعض البروتونات المتوفرة، ربما يمكنها إعطاء إلكترونات للبروتونات، ربما قد تتربط مع البروتون. إذا في هذه الحالة البروتونات ستساعد عمليا في استقرار الوضعية أو الحالة. إذا في تفاعل SN1 الوضع المثالي هو عمليا مذيب قطبي بروتوني، بروتيك. إذا شاهدنا حالة حيث لدينا كربون ثانوي أو كربون ثالثي، وكان لدينا محيط ضعيف للنواة و ويك أسيد ويك نعم هنا نتعامل مع مذيب بروتوني قطبي، أو أشهر وأشهرها هو الماء، لكن الكحول أيضا يجدي نفعا. عندها يجب أن نفكر في تفاعل SN1. إذا شاهدنا محيط قوي للنواة ولا يوجد الكثير من العوائق الفراغية، وهناك فراغ بحيث يمكن أن يدخل محب النواة القوي ويحدث في مذيب غير بروتوني قطبي مثل الداي إيثر، عندها سنعلم أنه تفاعل SN2. نراكم.